إلا قلت لكم معتقل في الجنوب الشرقي المغربي من أخطر السجون اللي دازو في المغرب، فغادي يمشي عقلك نيشان المعتقل تزممارت. ولا قلت لك كاين في الجنوب الشرقي معتقلات أكثر وحشية من تزممارت أو على الأقل تعادله. الجنوب الشرقي كان من أكثر المناطق في المغرب ضم للمعتقلات السياسية، منهم معتقل أكدز أوتاكونيت ومركز الاعتقال قرب المنصور الذهبي ومعتقل أغبالو، ولكن الأكثر شهرة هو معتقل تزممارت. أما المعتقل السياسي اللي غادي نهضر عليه في هذه الحلقة هذه فهو معتقل قلعة مكونة، معتقل الرعب. فأشنو هي القصة ديال هذا المعتقل الوحشي؟ في سنة 1976 تم اختطاف 5 ديال الأشخاص بتهمة الانتماء للحركة السرية الى الامام، واللي كانت الخلفيه ديالها ماركسيه والافكار ديالها شيوعيه. كل واحد من هزوه ولكن المصير واحد، هو قلعه الورود او قلعه الاشواك كما سموها المعتقلين، قلعه مكونه. بعينين مغمضين ويدين مكبلين لقاو راسهم في معتقل قلعه مكونه كيتعرضوا للعذاب واكثر الممارسات وحشيه في حق الانسانيه. هاد التلاميذ اللي كانوا كيتسموا بنو هاشم نسبه لصاحبهم عبد الناصر بنو هاشم غادي يتقسموا العذاب والترهيب مع 400 شخص اخر في هذا المعتقل الرهيب، كل واحد والتهمة دياله. فمنهم اللي كانوا متهمين بالانتماء للبوليزاريو، ومنهم اللي كانوا تشدوا بتهم التآمر ضد الدولة، ومنهم اللي ما عرفش حتى علاش تشد. المهم الذنب الواحد اللي مشتركين فيه هو انهم كانوا مشتبهين فترة حرجة من تاريخ المغرب كتسمى بسنوات الرصاص، والمصير ديالهم كان واحد، هو معتقل الرعب والترهيب، معتقل قلعة مكونة. الترهيب والتعذيب اللي تعرضوا له المعتقلين اقل ما يقال عليه انه كان وحشي. فكما جاء على لسان احد المعتقلين السابقين، كان كفن معلق في واحد المكان كيشوفوه كاع المساجين ومكتوب عليه عبارة هذا مصيركم، هذا هو الثوب باش غادي تخرجوا من هنا. وكان الهدف منه هو يكسروا ارواح المعتقلين ويعذبوهم نفسيا قبل ما ينتقلوا للعذاب الجسدي. وكان السجناء ما كيعرفوش الوقت فاش راهم وما مسموحش لهم انهم يعرفوه. فمثلا محمد النضراني وهو احد السجناء وكاتب روايه عاصمه الورود اللي عاود فيها التجربه ديال الاعتقال في هذا السجن، كيقول كنت كنخرج مره في الشهر لمده دقيقتين باش نفرغ الاناء اللي كنت كنقضي فيه حاجتي وباش نغسل حوايجي. وواحد المره حيدت حوايجي قبل ما يجي الحارس باش بمجرد ما نخرج اللوحة في السطر ونستغل الوقت، لان المدة ديال دقيقتين ما غادي يدير فيها والو. وملي دخل الحارس باش يخرجوا الدقيقتين ديالو لقاه محيد حوايجو، فقال ليه باش عرفت بلي راه اليوم هو اليوم ديال التصبين. وكيقول انني جاوبته باللي كنت كنحسب الايام، وغير سمع هاد الكلمة هادي وبدا عليا بالعصا وكيردد كيفاش كتحسب هنا راه ممنوع تحسب. وفي نفس الرواية كيقول بان العلاقة اللي كانت بينه وبين العالم هي الماكلة والعصا. وعبد الناصر النضراني وهو رفيقه في المعتقل كيصف مشهد من اكثر المشاهد بشاعة وانتهاك لحقوق الانسان. واحد من الحراس ضرب واحد من المعتقلين بالبالة اللي كان كيهز بها التراب وبالجهة اللي فيها الحديدة، ضربوا الجهة ديال العظمة اللي كانت كتحمي العين، اللي من بعد تعفنات وبقات هكذاك حتى مات داك السجين. وكيقول عبد الناصر ان الخوف ديالنا كان هو اننا نمرضوا، حيت ما كاينش الدواء وما كاينش اللي غادي يعالجك، غادي تبقى هكذاك حتى غادي تموت، اي غادي تزيد العذاب. فكان الموت افضل لنا من اننا نتعذبوا عاد نموتوا. الزنزانه اللي كانوا فيها المساجين كانت ضيقه وما كتوفرش فيها ادنى ظروف العيش، والحراس كانوا كيتفننوا في العذاب ديال المساجين وكيمارسوا عليهم الساديه ديالهم. معتقل قلعه مكونه كان معتقل سري بحال كاع المعتقلات السياسيه اللي كانوا في المغرب، فكان في الاصل قشله بناها المستعمر قبل ما تتحول لمقبرة للتعذيب والتنكيل والترهيب وفي سرية تامة. فأحد السكان اللي كان ساكن في النواحي ديال المعتقل كيقول أنه تفاجأ فشاف في التلفازة واحد الوثائقي كيتكلم على أنه يوجد معتقل في قلعة مكونة، حيث الجنود ما كانوا كيخليو حتى شي واحد يقرب ليها من السكان ديال المنطقة. معتقل قلعة مكونة أو عاصمة الورود كان من أكثر المعتقلات وحشية في تاريخ المغرب، والسبب أنه ما معروفش بزاف هو أنه ما كتبوش عليه الناس اللي كانوا معتقلين فيه بحال معتقل تزممارت، اللي تكتبت عليه عدة روايات من المعتقلين واللي غنات صنف أدب السجون في المغرب، بحال الزنزانة رقم 10 للمرزوقي وتذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم محمد الرئيس وتلك العتمة الباهرة
للطاهر بن جلون ومجموعة من المذكرات بحال مذكرات صالح الحشاد. أما سجن قلعة مكونة فكانت الإنتاجات الأدبية عليه قليلة، ولعل أشهرها عاصمة الورود لمحمد النظراني، وأيضا فيلم غير خدوني اللي كان عمل سينمائي للمخرج المصري تامر سعيد. الفيلم كيحكي قصة الشباب الخمسة اللي كنا بدينا بهم الفيديو مع معتقل قلعة مكونة، والعنوان ديال الفيلم مقتبس من أغنية ناس الغيوان غير خدوني اللي غالبا غادي يكون عنده معنى جوهري ومرتبط بأحداث الألم والترهيب والخوف اللي كانوا في الفيلم واللي كيعكسوا الواقع ديال المعتقل. كلمات الأغنية اللي كيقولوا فيها ناس الغيوان: قلبي جابني الدين حداد، حداد ما يرحم ما يشفق عليه، ينزل الضربة على الضربة وإذا برد زاد النار عليه، غير خدوني لله غير خدوني، غير خدوني لله غير خدوني. وكان هذا هو الفيديو، تسناو فيديو آخر إن شاء الله جاي مورا هذا على نفس الموضوع. دمتم في أمان الله.